دعونا الآن نتعرف على أقلية الروهينجا بشكل أكثر تفصيلا. الروهينجا هي أقلية عرقية مسلمة تنتمي إلى عائلة الشعوب الهندية وتسكن في ولاية أراكان غربي ميانمار. ازدادت العنصرية اتجاه الأقليات الذين لديهم روابط مع شبه القارة الهندية بعد الانقلاب العسكري عام 1962. وفي عام 1982 لم ينص قانون المواطنة الذي أقره المجلس العسكري على أن أقلية الروهينجا كواحدة من أصل 135 أقلية عرقية في البلاد. هذا ما جعل القانون الكثير من سكان الروهينجا عديمي الجنسية. بدأ المجلس العسكري اضطهاد المعارضة السياسية بعد فوز أونغ سان سوتشي في انتخابات 1990، حيث بدأت العمليات العسكرية تستهدف المسلمين في ولاية أراكان. اعتمد المجلس العسكري الذي حكم بورما منذ نصف قرن تقريبا اعتمادا كبيرا على القومية الميانمارية وأيضا ديانة الثيرافادا البوذية لتعزيز حكمه. وقد اتهمت حكومات ميانمار المتعاقبة بأنها تثير أعمال الشغب ضد الأقليات مثل روهينجا والهندوس. وفق أرقام الأمم المتحدة يوجد اليوم حوالي 600 ألف روهينجي في إقليم أراكان، وهناك العديد منهم لاجئين في مخيمات بنغلاديش وتايلاند.